الكاذبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقى بلا تكفين، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائما حنيني، والقاطعين أراكة كيما تقيل ظل أوراق لها وغصوني يا رسول الله ومجمعي حطب على البيت الذي أيوة مصيبته إلا عند فقيد يجون يسلونه يجون يعزونا حتى يأخذون بخاطرة، وهل يوجد فقيد كرسول الله؟ أكو فقيد مثل المصطفى حتى يأذون بنته؟ ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنين. والطهر تدعو خلفهم برنين، خلوا ابن عمي أو لا أكشف للدعاء رأسي وأشكو إلى الإله شجوني. ما كان ناقة صالح وفصيلها لا يا مولاتي بالفضل عند الله إلا دوني، ورنايت إلى الخبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزون. أبتا هذا السامري وعجله تبعا ومال الناس عن هارون، لغمض عيونه وشيل لوسادة يا ابو حسين، بطل ولينا المصطفى خير النبي غربت عينا يا ابن عمي دس بليدي شوف يدير العيل ومد رجله. جبريل ينعى والفلك متعطل عليه والمصطفى ينادي يا فاطم لا تنوح بطل البواكي ذا
بقلبي يا حزينة لازم يا بنت اليوم عزك تفقدين ثوب الحزين من بعد عيني بتلبسين ما تخلع بعد فاطمة ومنك يكسرون العدب الباب ضلع خرت على أبوها تصيح بدمع سجا إن كان ضلعي يكسرون بصاير وصل وصل كرار بي وصل أصحاب لا حد علينا يجتري يا قرة العب هذا الحسن مشعوب قلبه من يجبره وهذا الشهيد حسين يا ويشم نحرا ومنه عقب عينك يضم فوق صدرا ذلت يا ابو ابراهيم من بعدك الصبطة ولكن الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن نعيش ذكرى رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لابد أن نتساءل أيها الأحبة أين نحن من هذا النبي العظيم؟ علاقتنا بالمصطفى صلى الله عليه وآله يحددها جانبين الجانب العاطفي والجانب التطبيقي الجانب العاطفي لبسنا السواد أنا وياك وأقمنا المآتم والمواكب والباكي يبكي على المصطفى وهذا قليل في حقه وهذه مظاهر في غاية الروعة وغاية الألق وتطبيق للقرآن الكريم حسب توجيهات وتوصيات أهل البيت سلام الله عليهم عندما نقرأ الأحاديث في إحياء أمرهم هذا جانب الجانب الآخر الجانب التطبيقي الجانب العملي هل نحن على مسلك هذا النبي العظيم؟ هل نحن على سيرته؟ هل نحن على أخلاقه؟ هل نحن على كل ما تجلى من روائع هذا النبي العظيم؟ احنا لما نقرأ القرآن الكريم المفسرون يقسمون آيات القرآن إلى عدة أقسام أكو آيات عقائدية ومعظمها نزلت في مكة المكرمة أكو آيات تشريعية وأكو آيات تتعلق بالقصص القرآني وقطعاً القرآن الكريم المولى عز وجل عندما يتناول قصة في القرآن الكريم
أكو مغزى إلى هذه القصة وأكو هدف أيها الأحبة كما تعلمون. الآيات التشريعية تنقسم إلى قسمين، آيات مولوية اللي هي تعبدية أو عبادية، وآيات أخلاقية. معظم الناس السواد الأعظم يركز على الآيات المولوية التعبدية بصورة أكثر، يعني لما يقول أنا الله عز وجل أمرني بالصلاة، أمرني بالصيام، أمرني بالحج، أمرني بهذه الأمور، أمور تعبدية ألتزم بها. بس الجانب الآخر الآيات الأخلاقية ورد فيها أمر لما ورد فيها أمر؟ قطعا ورد فيها أمر. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أكو في أمر. النبي صلى الله عليه وآله، الله عز وجل عندما أراد أن يمتدح هذا النبي العظيم، القرآن تناول الأنبياء، أكو من امتدح في عبادته، وأكو من امتدح في صبره، وأكو من امتدح في جوانب أخرى. نبينا صلى الله عليه وآله القرآن الكريم بجل أي جانب فيه، صلاة أحسن صلاة، صيام أحسن صيام، كل شيء بلغ القمة الكمال النبي. قال وإنك لعلى خلق العظيم، أي جانب؟ الجانب الأخلاقي. الجانب الآخر، النبي صلى الله عليه وآله يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني يريد يلفت عناية الناس إلى الاهتمام بالجوانب الأخلاقية أو بما يسمى بالجوانب الإنسانية، أي أن يكون هذا المخلوق إنسانا بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. متى ما تخلى الإنسان عن أخلاقه، عن تواضعه، ترى أيها الأحبة ما يكون فرق بينه وبين البهيمة، أجلكم الله، أولئك كالأنعام بل هم أضل. يقول واحد يعني أنت قاعد تنقص من قيمة الصلاة والصيام وغيرها؟ لا، حاشا لله، عمود الدين إذا قبلت قبل ما سواها، وإذا ردت رد ما سواها. مو استنقاص من الصلاة ولا من الصيام، مظاهر في غاية الروعة لكن مظاهر خارجية. تعال إلى الأحاديث، ثلاثة من كن فيه كان منافق، وإن صام وإن صلى، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذن الصلاة والصيام ليس كل الدين، مظاهر، مضامين من مضامين الدين العظيمة، لكن مو كل الدين. والجانب الأخلاقي أنت متى توصل إلى، متى ترتقي القمة حتى إحنا نقول نريد نسير لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نريد نتأسم من النبي. خو النبي عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى ما انتهت رسالته ومفعول رسالته، رسالة باقية. ومثل أحد الولاة لما كان والي على البصرة والكوفة وضموا إليه المدينة في يوم من الأيام، أيام بني مروان، يقولون زار المدينة وأطل من شرفته على القبر الشريف وشاف الناس يطوفون حوله، اتنرفز، قال ما بال هؤلاء يطوفون حول هذه الأعواد والرمة البالية. شوف مشكلة الأمر، النبي صلى الله عليه وآله اللي إحنا رحمنا بسببه، الله عز وجل رحم هذه الأمة بسبب من؟ سواد عيوني أنا وأمثالي؟ لا يا مولاي، كرامة للنبي صلى الله عليه وآله، وإلا الأمم السالفة، الأمم السابقة أرسل لهم أنبياء، لو ما أرسل أرسل لهم أنبياء عذبوا في الدنيا. ليش؟ قال لأنهم اقترفوا ذنوب. تعالي نشوف الذنوب اللي اقترفوها. قوم لوط، هذه الأمة تجاوزتها لو ما تجاوزت قوم لوط؟ روح شوف يا مولاي إحنا وين وصلنا، وين وصلنا. قوم صالح عقروا الناقة، الله دردم بيهم الأرض كلها. هذه الأمة فعلت أعظم، فعلت أعظم، يكفي كربلاء، انتهى الموضوع. قوم شعيب عندهم مشكلة في المكيال وغيرها، هذه الأمة عندها مشكلة لو ما عندها مشكلة؟ أنا أخدع أخويا بعد، مو أخدع غيره بعد. فهذه الأمة تجاوزت كل الأمم في ذنوبها، لكن الله عز وجل أخذ على نفسه عهدا ألا ينزل عذابا على هذه الأمة كرامة لنبيه محمد. اللهم
صل على محمد وآل محمد. فيقول ما بال هؤلاء يطوفون حول هذه الأعواد والرمة البالية، فوالله لو طافوا حول قصر خليفتهم لكان خيرا لهم، أولم يعلموا أن خليفة المرء في أهله خير له من رسول في حاجة. أحسنت شيخنا أستاذنا، أنت لما يقول لما تطرش رسول إلى واحد أول ما يبلغ الرسالة إلى اللي تبغي انتهى المفعول. يقول هذاك الخليفة اللي فيه الفائدة هذا انتهى مفعوله. النبي صلى الله عليه وآله لا يا مولاي، رسالته لم تمت، بلغ القمة، بلغ الكمال، لأنه ركز على مجموعة عناصر من أهمها الجانب التعبدي. التفت إلى الجانب التعبدي، أنا وياك نصلي كل يوم إياك نعبد، كل يوم نقولها في الفريضة إياك نعبد. العبادة شنو يعني؟ الصلاة؟ لا، مو فقط الصلاة، العبادة يعني الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى، الطاعة المطلقة. أنت لأنك إذا صليت ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. إذا ماكو أثر إلى العبادة على الجانب الأخلاقي تأكد أن عبادتك فيها خلل. إذا الصوم، هو الصوم مو فقط أنت توقف عن الأكل والشرب يا مولاي، تهذيب إلى النفس عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن النظرة المحرمة، عن الاستماع المحرم. إذا هو بالليل بالنهار يمتنع عن ذلك، ومن يأكل هاي اللقمة بدأ في كل لا ما يصير. هذا معناته أكو خلل في الجانب التعبدي لولا الجانب العبادي. إذا لم يظهر في الجانب الإنساني الجانب الأخلاقي يقول لك النبي أكو خلل عندك. وأكو أحاديث في غاية الخطورة، حتى في صحاح المسلمين عندما نقرأ هذه الأحاديث تدق ناقوس الخطر. أكو بعض الأقوام إذا جاءوا يوم القيامة وقصدوا إلى حوض النبي صلى الله عليه وآله يطردون من عنده، يذاذ أقوام عن الحوض كما تذاذ الإبل الغريبة عن الماء. الماء عزيز، هو النبي يحدثهم بقدر عقولهم بليستوعبوه. الماء عزيز، 70-80 ذراع حتى يوصلون إلى الماء. إذا طلعوا الماء بهالبادية وجابوا إبلهم يسقونها، وإبل شاردة من مكان أو جاية من مكان آخر تريد تشرب من بئرهم يبعدونها يطردوها من عندهم. يقول النبي أكو أقوام إذا جاءوا إلى الحوض يوم القيامة يطردون، يبعدون عن الحوض كما تبعد الإبل الغريبة. يقولون لي إحنا من أمتك يا رسول الله. قال لقد خلفت فيكم اثنين، كتاب الله وعترتي، كيف خلفتموني فيهما؟ قالوا أما كتاب الله فقد نبذناه وراء ظهورنا. أنا وإياك نقرأ القرآن الكريم، ولا يغتب بعضكم بعضا، هاي الآيات الأخلاقية فيها أمر لولا أمر من الله، أمر ونهي. الله بروح أبوك مو أكو مجالس عندنا عامرة تكون فاكهتها الغيبة، فاكهتها الغيبة، النميمة، الكلام على الناس. أنا وياك نقرأ القرآن، ولا تأكلوا مال اليتيم، أكو بعضهم يأكل مال أبوه بعد مو مال اليتيم بعد. في القرآن الكريم يقول نبذناه وراء ظهورنا، وأما عترتك فقد أبدناهم من على جديد الأرض. يقول لهم بعد ليش جايين إلي، ليش جايين إلى حوضي إذا المرء يكرم في أهله وفي وصيته. هذه آخر كلام من أواخر وصايا النبي صلى الله عليه وآله، عندما الأمة شاف الأمة سترتد، النبي صلى الله عليه وآله شاف أن أكو نزوات الجاهلية موجودة، وإلا ليش يرفضون وصيته في آخر لحظاته؟ كل الأمم ضلت من بعد أنبيائها صح لو لا، وتحاربت مع بعضها البعض. الله أعطى هذه الأمة إذن كرامة لنبيه بأن يعطيهم صكا من عدم الضلال، ما قبلت الأمة.
صدقني أنا وياك والأمم اللي راح يجي الأجيال جيلا بعد جيل والأجيال السابقة كلهم راح نوقف إلى هؤلاء يوم القيامة نحاسبهم أمام الله تبارك وتعالى. ضياع هذه الأمة من يتحمل؟ شتات هذه الأمة من يتحمل؟ ملا رفض صكل الأمان من عند النبي صلى الله عليه وآله. كفانا كتاب الله، كفانا كتاب الله، أكو كتاب الله نقرأ ليل ونهار، كفانا كتاب الله. أمة مترامية الأطراف ما إليها كلمة اليوم. ليش؟ رفضوا صك الأمان من النبي صلى الله عليه وآله. وأعظم من ذلك كل المؤرخين لما تقرأ مؤرخي المدرسة الأخرى والله ما تدري أنت يا مولاي تضحك على هؤلاء، أنت تحدث ناس عندها عقول مو ناس ما تفتهم يا مولاي. يقول أوصانا رسول الله بثلاث، أولها أجيز الوفد بما كنت أجيز. جاي عند وفد من اليمن تقول الرواية، قال أجيزوه كما كنت أجيز، أنفذوا جيش أسامة. والوصية الثالثة يقول ونسينا الثالثة. الله، الآن إذا واحد من علية القوم آخر وصايا اللي يحضرون عند من؟ الناس الكبار يعني العلية عنده وصية، أولاده العلماء كلهم مفروض يجون، والوصية تكتب لو ما تكتب تكتب. وهذا النبي صلى الله عليه وآله مو أي واحد. ونسينا الثالثة، لا يا مولاي ما نسيتها، والثالثة هي وولوا عليكم عليا من بعدي. النبي إلى آخر لحظات حياته يقول وولوا عليكم عليا من بعدي، هذه نسوها. يقول ونسينا الثالثة. النتيجة شنو؟ النتيجة أن هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس. وين راحت الأمة؟ إلى التقهقر لو إلى إلى التقهقر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنت اجي يا مولاي تقف أمام النبي صلى الله عليه وآله. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعد. ماكو إلى شارة بعد، ماكو إلى هداية أبدا، لأنه عاد الله بمعاداته ومخالفته لأمر نبيه صلى الله عليه وآله. فهذا النبي العظيم اللي القرآن الكريم يمتدح صفاته، أنا وياك هذا اليوم أيها الأحبة وأنا أقلكم لازم نوقف وقفة صادقة مع أنفسنا. إحنا يوم القيامة راح يقبلنا النبي صلى الله عليه وآله؟ هذا السؤال المهم. هو الصادق الأمين. حتى كفرت قريش الجاهلية ما تجرؤوا أن يقولوا عن محمد صلى الله عليه وآله كاذبا، ما تجرؤوا لأنه صادق. لما راح إلى مكة منع أهل المدينة من أن يدخلوا إلى مكة إلا من كان لديه جوار يسمون العرب، يعني عنده واحد يحميه يدخل تحت حمايته. واحد من أهل المدينة يقول دخل وعنده حماية من واحد، وطلع ويا أولاده متسلح حاملين السيوف حتى يعلنون إلى الناس أن هذا فلان تحت حمايتنا لا أحد يجرأ عليه. يقول أخذت طوف بالكعبة وهو إلى جانبي، قال يا فلان ماذا يقول لكم محمد؟ شو يقول لكم هنا؟ قال إنه يتحدث عن حرب ستقع بيننا بينكم وبينه، وقد ذكرك أنت بالاسم. قال فلان سيقتل. يقول وإذا به يرتعش من قرن إلى قدم. قلت ليش فيك؟ النبي في المدينة وإحنا في مكة، ليش خايف؟ قال ثكلتك الثواكل، ما كذب محمد قط. ما كذب، هذا ما يكذب. مو أكو بعضنا يكذب لأسباب تافهة؟ لولا ما يسوى يكذب. لا أحد بيعاقب، لا بيقللون معاشك، لا بيزيدون أبدا أبدا. بس هو يقول خليني بس حتى أتفرصخ لا أتغربل من الموضوع. هذا النبي وقف يوم القيامة. بعد يا مولاي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بذمتك أنت لو إحنا طبقنا جزء بسيط من رحمة النبي صلى الله عليه وآله ما عشنا السعادة في الدارين؟ سعادة في الدارين كل واحد، واحد على مستوى بيته، واحد إذا كان تحت عمال على مستوى المؤسسة. لو عشنا هذه الرحمة مع بعضنا البعض صدقني إحنا في خير أيها المؤمن والمؤمنة. الرحمة
الله وكيلك أكو البعض إذا عنده خلاف مع يمكن صديق كان إلى في السابق أو مو صديق، واحد عادي دخل وياه في خلاف، يروح كل مجلس يسقط فيه، كل من يسأل عنه يقول هذا ما عنده إيمان. أنت إيش دراك ما عنده إيمان؟ لا تحمل آثام. أنت عندك خلاف وياه في هذا الجانب، التزم بهذا الخلاف اللي عندك وياه. إذا ما أنت وصلت إلى مستوى العفو اللي وصل إليه النبي صلى الله عليه وآله، تتذكرون لما دخل إليه هذاك يسأله يقول لي يا محمد، وشد من ثوبه حتى أثر حبل الثوب في عنق النبي صلى الله عليه وآله، يقول لي اعدل يا رسول الله فإن المال ليس لك وليس لأبيك. قال إن لم أعدل أنا فمن يعدل؟ أمر أصحابه قال حملوا عند بعيرين، حملوا أحدهما تمرا والآخر حملوه شعيرا أو حنطة. حملوه، إجا مستحي إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال المعذرة يا رسول الله. قال أنا أطالبك الحين، أنت شوف السويت بي، حز الحبل. أكو واحد يتمكن يدخل على مسؤول، مسؤول عادي ما عنده شيء يتكلم، ويمكن في هذا الشيء بعد مو عادل أو شيء من هالقبيل، يتمكن يتجرأ يتكلم إليه كلمة ولو كانت حق، ما يتجرأ. وهذا ملك في الأرض، دولة مترامية الأطراف، يقول لي النبي أنا أطالبك، شوف سويت بي. قال لا تتمكن من ذلك يا رسول الله. قال ولم؟ قال لأنك لا تقابل السيئة بالسيئة، ولكنك تقابل السيئة بالحسنة. فتبسم النبي في وجهه قال امضي إلى حال سبيلك. هذا النبي صلى الله عليه وآله، النبي يتحرك وفق المنظومة الأخلاقية، وفق المنظومة الدينية. هذه المنظومة الرائعة يا مولاي، هذه المنظومة. بينك وبين واحد مشكلة تروح تسقط في كل مكان. أنت لو كنت مكان النبي صلى الله عليه وآله لما دخل عليه وحشي، عبد أسود اللون، هذا السوى قتل الحمزة، ومو بس قتل الحمزة، هند كانت على رأسه، اجدع أنفه، اقطع مذاكيره، أذنيه، ابقر بطنه، استخرج كبد مثل ما بعدها مثل. يقول النبي لن أصاب بمثلك أبدا، وعلقت أطراف الحمزة على عنقها، إنا بنات طارق، وتمشي بيهم. هذا لما دخل على النبي صلى الله عليه وآله، الإسلام يجب ما قبله، قال أشهد أن لا إله إلا الله. النبي تعامل وياه وفق المنظومة الاجتماعية اللي تكون مقيتة في بعض أطرافها وفي بعض تصرفاتها. لو تعامل وياه وفق المنظومة الأخلاقية والدينية، وفق المنظومة الأخلاقية والدينية، يقول لك النبي أنت بعد كن على، التزم بالحق ولو كان على نفسك، ولو كان على نفسك، صادقا أمينا رحيما، رحيم رحيم. التواضع كان سيماؤه وصفته، يجلس مع الفقراء، يؤكل أهل الجذام. يدخل عليه واحد بالمدينة يدور عن النبي، يقول وين النبي؟ قالوا إلى بالمسجد. دخل المسجد يدور واحد كرسي مختلف، عند تكيتين، عند واحد عن يمينه وعن شماله، عليه ملابس متميزة، ماكو واحد مميز. النبي كان يجلس أينما انتهى به المجلس، تواضع، ومن تواضع لله رفع. يا مولاي قال أيكم محمد؟ انتم ما أعرفه. قالوا إليه هذاك اللي جالس بهالمكان، مو في صدر المجلس، لا قاعد بمكان عادي. إجى فلما اقترب من النبي أخذته هيبة النبي، أخذ يرتعش، انتفض المسكين خايف، أراد أن يتكلم انغلق لسانه. تبسم النبي في وجهه، هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، أنا واحد منكم، يعني أمي واحدة عادية منكم تأكل القديد، اللحم المجفف وغيره، مثل نساء الناس كلها. هذا لو قايل لي مثل ما يقول بالحرب، بالحرب النبي صلى الله عليه وآله كان في مقدمة الجيش، مو مثل ما يصورون إلينا في فيلم الرسالة، عند عريش وغرفة قيادة وقاعد بيها والناس يحاربون، لا لا لا، هذه من مخلفات الدول اللي أجت بعدين، لأن أكو بعضهم حتى الله وكيلك سيف ما يجرؤ يحمله، سيف ما يجرؤ يحمله.
واحد يوقف أمام أمير المؤمنين قال إنك المطلوب لي وأنا مطلوبك، فانزل إلي، فإن قتلتني صفت لك الدولة وإن قتلتك صفت للدولة. واحد إلى جانب مستشارة يقول لي ما قولك فيما يقول الرجل؟ قال والله لقد أنصفك، ضرب الطراق على رأسه. قال إنك والله ما غششتني مذ صحبتني إلا هذا اليوم، أتريدني أن أبارز الموت الزؤام؟ هذا أحد ينزل إليه؟ النبي كان أمامهم يقول أمير المؤمنين أشجع من عليها من بعد النبي صلى الله عليه وآله، كنا إذا اشتد القتال وحمي الوطيس لذنا برسول الله صلى الله عليه وآله. شنو أرجوزة؟ أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. هذا لو قايل إلى هالمسكين هالأرجوزة يمكن يطيح. تبسم في وجه، ما أنا إلا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، هون عليك رحمة. معركة أحد 70 اللي قتلوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمتهم الحمزة، وما أدراك ما الحمزة؟ شجت جبهته، كسرت رباعيته، وأكل بعض. قتل محمد وهم راحوا فوق الجبل، والقرآن الكريم يوبخهم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كواحد منهم يقول ركبت على الجبل كما تركب الأروى الجبلية مثل الماعز الجبلي، يعني أربع بالأربع يقول رحت أنا فوق، وسلموا أسلحتهم وكانوا يدورون وسيط حتى يتوسط عندهم إلى فلان حتى يرجعون إلى دين آبائهم. والنبي صلى الله عليه وآله بهالحالة، إجا لواحد، أكو بعض الناس انتهازيين، الله وكيلك أباليس ملبسة أثواب أوادم، شوف أنت هذا الغضب واصل إليه لهني ومتهاوش ما أدري ويا من، مزاجر ما أدري ويا من، إجي أنت بدل ما تهدي شوية تطفي هالنيران شوية، يمكن بينه وبين الآخر مشكلة. يقول لي والله أنت ما سويت، لو أنت شاكي عليه بالشرطة زين، لو مسوي لي كذا زين، لو أنت ليش عام شب النار. أكو ناس مثل الأباليس، اتق الله يا مولاي. هذا واحد يجي إلى النبي صلى الله عليه وآله، حسب النبي مثلي وأمثالي، يتأثر، قال ومصيبته وحمزة راح واللي راح، ويا رسول الله قتل من قتل، وانت زين نجوت من هذه المعركة، ادعو على قريش ليستأصل الله شأفتهم، يعني يمحوهم من على الوجود. نظر إلي أحد النبي إليه بالنظر، قال أسكت، أنا خشيت أن أكون لعانا، إن لكل نبي دعوة مستجابة، وأنا ادخرت دعوتي لأمتي يوم القيامة. هناك بالمحشر، هناك بالمحشر. لذلك لما أسري به وصل إلى سدرة المنتهى، انتهاء الصلاحيات، أنا ابن من بلغ سدرة المنتهى، يقول الإمام زين العابدين، انتهاء الصلاحيات، جبرائيل واقف تعال وياي، قال أنا لو أخطو خطوة احترقت يا رسول الله، ما عندي صلاحية. أمضي في عين الله ورعايته، من حجاب إلى حجاب، وإذا بالصوت يسمعه النبي، يا محمد إن لكل ضيف قرى فاطلب وتمنى يا حبيبي. لكل ضيف، لما يدخل عليك الضيف تعطيه كرامة، الضيفة تقدم إلى كل شيء. قال إلهي أنا لا أسألك آمنة التي أنجبتني، ولا حليمة التي أرضعتني، ولا خديجة التي آوتني، وإنما أسألك أمتي أمتي. قال يا محمد أنت نبي شريف، وأنا رب لطيف، وما من أمتك إلا عبد ضعيف، وما ضاع ضعيف بين لطيف وشريف، وعزتي وجلالي لأجعلن القيامة قسمين، قسم لي أنادي رحمتي، وقسم لك تنادي أمتي أمتي. هذا اللي إحنا نفقده هذا اليوم، أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة. أنت تفقد الوالد الحنون العطوف صاحب الخلق صاحب الرحمة، على فراش الموت يغشى عليه بين الساعة والأخرى.
ودار أصحابه من حوله فتح عينه أدارها فيهم قال علي بكتف ودوات أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا وإذا بالصوت يخترق مسامع النبي دعوه إن النبي ليهجر أيا عدو الله هذا النبي وما ينطق عن الهوى آجركم الله أخشي على النبي صاح الصائح واحد ينادي هاتوا له ما يريد وآخر يقول القول ما قال فلان كفانا كتاب الله فتح عينه أنا أتي لك بما تريد قال أما بعد الذي قلتم فلا أخرجوا من عندي طلعوا من عند واحد من بعد واحد أمير المؤمنين بيغلق الباب صاح يا علي إلي إلي هذا وقت الوصية جاء أمير المؤمنين جلس عند رأسه جرت دموع النبي يا علي أوصيك بالصبر من بعدي أصبر يا رسول الله يا علي يهضم حقك فعليك بالصبر تظلم يا علي فعليك بالصبر يا علي تسلب منك الخلافة فعليك بالصبر قال أصبر لصبرك يا رسول الله بعد عندك شي يا رسول الله أراد أن يتكلم اختنق بعبرته يا علي عندي وصية فاحتفظها وما تلك يا رسول الله قال يا علي اصبر إذا رأيت فاطمة بين الباب والجدار اصبر يا علي إذا عصرت إذا لطمت إذا أسقط جنينها ونهب ميراثها أيوة مصيبتاه وكيف أصبر على ذلك يا رسول الله يا علي إن في ذلك بقاء الدين أصبر لصبرك يا رسول الله لكن عندي طلب واحد يا رسول الله وما ذاك يا علي قال يا رسول الله قل لابنتك فاطمة إذا عصرت إذا لطمت لا تنادي يا علي انت ابن منابرها من صغرك بهالمآتم وبعد كم ليلة يقرون إليكم الخطباء الهجوم على فاطمة انت سمعت خطيب يقول الزهرة لما عصرها اللعين صاحت يا علي سمعتون الزهرة صاحت تعالي يا علي عصرها ورا الباب لطمها أسقط جنينها اش نادت قالت تعالي لي فضة تلاحقني والله تلاحقني على الأعتاب خر مني جنيني إيه خلنا نقرأ عليها هي المعزاة اليوم بس تغيب بس تغمض عين النبي المصائب يجي إلى فاطمة وأولادها تعالي تعالي تعرفي هل رفسني والله رفسني ترى ضلعين كسرهن ببطني إيه أستاذنا العزيز اسمع اسمع وياي اسمع أويلي لذت بالباب لكن ما علي حجاب
حسبي الرجس من لذت خلف الباب عصرني يا ابويا وصدري ينصاب. آجركم الله وإذا بالباب قد فتحت دخلت فاطمة والحسن والحسين وزينب. لما رأوا جدهم على هذا الحال فر الحسنان كل واحد ألقى بنفسه على جده. أراد علي أن يرفعهما قال دعهما يتزودان مني يا علي. آجركم الله وإذا بالباب تطرق النبي مخشى عليه. طرق الباب ثانية ثالثة فتح النبي عينه. قومي يا فاطمة وافتح الباب إن من على الباب لا تمسكه الحجاب ولا تمنعه الأبواب. ومن هذا يا أبا؟ قال هذا المفرق بين الأحباب. هذا منغص اللذات هذا ملك الموت. صاحت وأبتا ولن واحد على الباب يتخفى بكلام ينادي عليهم يا أهل بيت الإمام. بل ادخلوني على المظلل بالغمامة أطلب الرخصة من النبي سيد نادى النبي قومي يا زهرة وافتح الباب. هذا الذي ميهاب من حاجب وبواب يم الحسن هذا المفرق بين الأحباب. بس هالله هالله عقب عين بحسن وحسن دخل ملك الموت. السلام عليك يا أحمد السلام عليك يا محمد. العلي الأعلى يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك يا حبيبي أنت مخير بين البقاء في الدنيا أو الرحيل عنها. واعلم يا رسول الله أنه لم يخير نبي ولا وصي من قبلك ولا ينبغي ذلك لأحد من بعدك. قال يا ملك الموت أمهلني قليلا حتى يهبط أخي جبرائيل. قال حبا وكرامة. وارتقى ملك الموت إلى السماء. كان بإمكانه يبقى لكن ملك الموت يشوف الزهرة تنظر إلى ودموع جارية. الحسن والحسين لاذا بأمهما ما أراد يكسر خاطر أهل البيت ارتقى إلى السماء. التقى بجبرائيل أقبضت روح حبيبي؟ قال لا يا جبرائيل إنه ينتظر نزولك إلى عالم الدنيا ليرى ما تقول في أمر التخير. قال يا ملك الموت ألا ترى السماوات قد فتحت أبوابها والجنان قد تزينت وزخرفت وحور العين قد تهيأت لاستقبال روح حبيبي رسول الله. نزل إلى الأرض صاح النبي جبرائيل أخي يا جبرائيل هذا ملك الموت يخيرني بين البقاء في الدنيا أو الرحيل عنها فما أنت قائل؟ قال يا حبيبي يا رسول الله لو اطلعت على ما أعده الله إليك لما رغبت في هذه الدنيا ولسوف يعطيك ربك فترضى. التفت إلى ملك الموت أخي يا ملك الموت اشرع في أمري ربك. آجركم الله علي
عند رأسه، الحسنان على صدره، فاطمة عند قدمه، جبرائيل على يمينه، ميكائيل على شماله، وقد قبض ملك الموت على روحه، مد للموت رجليه، أسبل يديه، قرأ شيئا من القرآن، قال يا ملك الموت شدد في قبض روحي وخفف على أمتي. أيوا نبيا، أيوا محمدا، آجركم الله، أغمض للموت عينيه، أطبق شفتيه، انقطع نفسه وفاضت روحه. ونبيا ومحمدا، أيوا مصيبتا، آجركم الله، قام أمير المؤمنين مناديا، عظم الله لكم الأجر، فلقد فاضت روح نبيكم، ساعد الله قلب فاطمة، شافت أبوها ممدد على صخرة المغتسل، وجابوا العمامة بإيدها وجهزوا إلى تغسيل رسول الله، وهي قاعدة وهي واقفة طالع النبي على صخرة المغتسل، تقول اسم الله على طولك يا جمال الهاشمية، على المغتسل ممدود يا خير البرية، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجماله، شيل الجفن عن غرته تودع عشبه، حسن مشعوب قلب انظر الحالة، وهذا الشهيد حسين عبر تجري، ويلي اللي تغسل والدي وين الأعمى فوق المنابر، ما عليه حلو الجه قبل التشيله، خله اتودع اليتام منا بعد ما نرتجي للبيت. هذا بيتك، يلا ختام الموسم مأجور، يلي تقلب جسم أبو إبراهيم بهدا، وانت يا ابن عباس بالهون اسجب الماء، طول على المغسل شعبني وفتت حشاء، ممرود قلبي وموحش الدنيا علي، اجت للي يحفرون القبر، يلي تحفرون القبر وسعوا مكانه، بهداي نزلوا جنازة وسفروا وجفا، أني ويل على عز انشال عني ولا لفانا، بعديها بعد تصير عيشتنا هني، ويلي تهيلون الثرى دفنوني وياك،
اقدر اشوف البيت خالي من محيا قشرة تراي تصير عيشتنا بليا بعد النبي ما اريد هالدنيا الدني تعال يا رسول الله ما هي إلا ليلة واحدة النبي لما يقبر الجرح لما يندمل هذه الليلة تسمع صرخة الزهراء في بيتها تنادي انكسر ضلعي أين أسقط جنيني على فراش الموت بالظل بعدك فاطمة ترحل عن هذه الدنيا مهضومة مظلومة جاها وعصره وفوق وجنتها لطمة ضلعين كسرها ببطنها ولا رحمها وزينب تشوفها وقامت تدافع عن امها طاحت وطاح الحمل منها مسقطي